sincèrement la diversité linguistique. Donc, سيد الوالي لا أريد أن أذكركم وأذكر الحضور بمآسات أوت 2021 ولكن الضرورة أجبرتني أن أتكلم لأطلب منكم أخذ بعين الاعتبار والتكفل بإنشغالات بلدية إيلولا رومالو المتمثلة بتزويدها بالعتاد الذي أتلف إثر الحرائق التي ألهبت حظيرة البلدية والمتمثل في آلة الحفر ريترو شارجر وشاحنة كاشطة الثلج كاميون ساشينيج، حيث تقع البلدية في منطقة جبلية وتعتبر من مناطق الظل، كما أتلفت النيران ملعبين جواريين في قرية مسكن وقرية إقرب التي فقدت 5 أشخاص في أعز شبابهم رحمهم الله. أرجو منكم الأخذ بعين الاعتبار وتسجيل أيضا الملعبين وأشكركم. ثانية ونعطيكم الصحة.